الله الرحمن الرحيم. دكتور خالد محمد حسن، استاذ مساعد جراحه التجميل في كليه الطب جامعه المنيا. احنا النهارده بنشارك فعاليات الدوره 49 لجمعيه جراحه التجميل في القاهره. بالنسبه انا بحب اوجه رساله للجمهور العزيز، بالنسبه لنصيحه بالنسبه لحالات الحروق. أو طبعا المؤتمر بتاعنا مش جراحة التجميل، فبيشمل حاجات كتير خالص من ضمنها الحروق. فكنصيحة عامة للناس، يعني في معلومات موجودة عند عامة الناس مش مظبوطة، بنحاول نصلحها. لما بيحصل حرق سواء كان بمية أو بنار، الناس بتجري بتعمل بتجيب حاجات تقاليد، بس بتطلع التقاليد غير صحيحة للأسف، ويجيب معجون أو زيت أو بيض أو حاجة زي كده. ده هو الصح. لما بيحصل حرق لازم أول حاجة بنحط مية ساعة على مكان الحرق عشان نطفي، عشان نخفف البرودة بتاع الحرق، عشان يبقى أثر الحرق أخف من كده بكتير. موضوع المية ساعة، مية ساعة لازم نعمل كولينج، تبريد لمكان الحرق. ده بيستمر لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة. مية ساعة جارية بتحط على مكان الحرق أيا كان الحرق، سواء كان نار أو مية أو مواد كيماوية. مية ساعة لمدة فترة ربع ساعة لتلت ساعة. مية ساعة دي نصيحة عامة لازم الناس كلها تعرفها. بعد كده، بعد ما بتعمل كده، لازم طبعا تروح لحد متخصص، بس دي إسعاف. أول حاجة إسعافات أولية عندنا، تمام؟ بس دي نصيحتنا ليكم النهاردة. وكان المؤتمر كان بيفيد حاجات كتيرة، ممكن تلاقوها على الموقع، يعني في أبحاث كتيرة اتنشرت، إن شاء الله تفيد الجميع بإذن الله. شكراً.